طيب هنتكلم عن الجزئية الثانية من الـ SDH واللي احنا بنسميها الـ MSTP. هنشوف فيها تفاصيل شيقة عن الجهاز بتاع الـ SDH. يعني احنا في الجزئيات اللي فاتت كلنا بنتكلم عن الـ Signaling, الـ Overhead, الـ SDH ده هو شنو كده, ففهمنا الكونسبت. طيب عايزين نشوف الجهاز, منو الجهاز بتاع الـ SDH ده, يعني منو الجهاز اللي بيستخدم لنا التكنولوجي بتاعت الـ SDH. تمام. طيب هنتكلم بالتفاصيل, والأجهزة اللي بتستخدم لنا الـ SDH دي نحن بنسميها مالتي سيرفيس ترانسميشن بلاتفورم. مالتي سيرفيس ترانسميشن بلاتفورم دي هي التكنولوجي بتاعتنا. الشابتر ده هيكون شابتر طويل, هنقسمه على كذا فيديو, وهنتكلم عن الاكويبمنت بتاعتنا بالتفاصيل, الكابينة بتاعتنا شكلها عامل كيف, الراك بتاعنا وتفاصيل ده. طيب في البداية خلونا نشوف ابليكيشن اللي شكل النتورك. طيب نحن بصورة عامة الديزاين بتاع الشبكة بتاعتنا بنقسمه لثلاثة لاير, حتى في الترانسميشن بنقسمه لثلاثة لاير عفوا. عندنا الاكسس لاير, الاجريجيشن لاير, والاجريجيشن مع الباك بون لاير. يعني شو الاكسس لاير دي؟ اللي هي الاجهزة الطرفية اللي بنخليها مع اليوزر اللي هو بنستقبل منه السيرفيس. زي ما قلنا احنا في النهايه ده بنشيل السيرفيس بتاع اليوزر. تمام. اللي هي بنربط فيها الايثرنت, بنربط فيها الاي والنات, بنربط فيها الكباسيتي بتاعتنا البسيطه, وبنبدا نجمعه ندخلهم داخل الديفايسز بتاعتنا ونمشي بيهم في النتورك بتاعت الاس دي اتش. فده الاكسس لاير, بنشيل السيرفيس بتاعتنا زي ما شايفين هنا وبنخليها تخش داخل الكلاود بتاعتنا. تمام. طيب في النص هنا بيكون عندنا السويتشات الرئيسيه والمختلفه الديفايسز بتاعه الكاستمر اللي بتكون قاعده. فاحنا قاعدين نوصل له السيرفيس هنا كده, احنا جمعنا له سيرفيس كميه, فوصلنا للاجريجيشن بوينت او اجريجيشن نوت, ومن هنا بنعمل مرحله وبنسمي مرحله الكونفرجن, اللي هي احنا بنطلع من لاير للاير ثانيه. تمام. اللي هو من كنا شايلين كباسيتي بسيطه لكباسيتي عاليه. يعني احنا بنربط ديفايس متوسط الحجم لديفايس صغير مع ديفايس كبير الحجم. كيف بنلملم الاجهزه مع بعض؟ زي ما شايفين هي على الشمال بنلاقي في مبنى, في محطه شايله اي 1, في محطه شايله ايثرنت, محطه شايله جيج وغيره, كلها بنلملمها في محطات صغيره ومتوسطه. بعد ذلك بنيجي نلملمهم في محطات كبيره, بعد ذلك بنيجي نوديهم للباك بون الاخير عشان نقدر يوصلوا لحد الديستنيشن بتاعنا. طيب السيستم اركيتكشر بتاعتنا من جوه عامله كيف؟ يعني احنا دايرين نشيل شنو؟ طيب لكل الاجهزه بتاعت الاس دي اتش بصوره عامه بتتكون من حاجات اساسيه مهمه لازم نفهمها وما هتطلع منها. يعني قدر ما احنا نحاول نغير في النهايه هنيجي نرجع لنفس الاركتكشر ده. في النهايه احنا عندنا اس تي ام دايرين نشيله, ولا عندنا ايثرنت سيرفيس دايرين نشيلها اوفر اس دي اتش, ولا عندنا بي دي اتش اي 1 عاوزين نشيله, ولا تكنولوجي بتاعت بي سي ام البلس كود موديليشنز بتاعتنا عايزين نشيلها, ويحصل لك كروس كونكشنز مع لاين اللي هو فيه سيرفيس اعلى هيلموا لنا في نودز متوسطه عشان تقدر تمشي لنا نود اكبر حجما. عشان نقدر نوصل الناس دي مع بعض السيرفيس بتاعت الاس تي ام دي بيحصل لها كروس كونكشنز داخل النود بتاعتنا. يعني دي كلها عباره عن نود واحده, بيحصل كروس كونكشن في بورت في النص هنتكلم عنهم بالتفاصيل, هنشوف البورتات دي عامله كيف. تمام. الكروس كونكشن ده يا شباب هو السويتشنج, هو ده الربط بتاعنا, هو ده عمليه السويتشنج بتتم بالطريقه دي. تمام. فبنسميه الكروس كونكشن او الكروس كونكت. تمام. الكروس كونكت ده انه انا بشيل الكباسيتي اللو اوردر بربطه مع الكباسيتي الهاي اوردر, او الهاي اوردر مع الهاي اوردر. يعني جاتني كباسيتي بسيطه في النهايه ده خليتها تبقى كباسيتي كبيره بحيث ان انا المهم مع بعض يحصل سويتشنج بيناتهم, ولا لو جاتني كباسيتي اقل كبيره برضه المها مع الكباسيتي الكبيره اللي بتجيني حسب نوعيه السيرفيس اللي بتجيني. احنا بنشيلها بنمشي بها, بنوديها وين؟ بنوديها للديستنيشن. الديستنيشن ده ممكن يكون فيه لامدا, ممكن يكون فيه لاين, ممكن يكون فيه اي تي ام سيرفيس, وات ايفر هو كان عامل شنو احنا بنوديها له. تمام. اثناء ما السيرفيس دي ماشيه عندنا مونيتورنج بيتم. المونيتورنج ده بيتم كيف؟ اللي هو بيتابع لنا الالارمات, بتعمل لنا السيجنالينج بتاعتنا والتفاصيل دي عن طريق حاجه بنسميها الاس سي سي يونت او الاس سي سي بورد. تمام. وبعد ده عندنا اوكسيلري بورد, وده فيه فانكشنز اضافيه بيعملها لنا. لو مثلا احنا عايزين نوصل على الجهاز, عاوزين نجيب له كلوكينج من بره, عاوزين نجيب له تايمينج, عاوزين نوصل مكالمات وغيره, ده كلها ممكن تكون في الاوكسيلري بورد اللي هي ما عندها علاقه بالسيرفيس. تمام. دي بس فانكشنز اضافيه بيعملها لنا
الجهاز، وفي نفس الوقت عندنا التايمينج بتاعنا برضو لو احنا دايرين نجيب له التايمينج. فالسيستم اركتكتشر ده مهم شديد. نتعرف على الجزئيه الثانيه اللي هي الكابينت بتاعتنا. طيب يا شباب، نحن لما نمشي المحطه بنلاقي المنظر ده، ده بنسميه الراك، تمام؟ طيب الراك بتاعنا ده اللي هو الكابينت دي شكلها عامل كده، عباره عن دولاب، تمام؟ دولاب ده ضلفتين ديل بتفتحهم كده، يعني هم باب واحد لكن مقسم لجزئين كده، بتفتحها عندها مقاسات واطوال معينه وعندها عمق معين، تمام؟ يعني عندها ديبس، عندها هايت، وعندها الويت بتاعتها، عندها مقاسات 2000 متر و2200 و2600، تمام؟ طيب وبتفرق من جهاز لجهاز، يعني احنا لو شغالين على 1500 ما زي شغالين على 2500، ما زي شغالين على 3500، زي شغالين على 7500. دي انواع الاجهزه بتاعتنا، تمام؟ يعني عندنا مختلف الانواع، في 550، في 500 وغيره، فاجهزه كثيره كلها بتقعد هنا. الجهاز ده معنا احنا عشان نشيله ونخليه يقعد في المحطه بنخليه يقعد في الراك ده، في الكابينت. الكابينت دي فوق هنا لو ملاحظين فوق في الوان، اربع الوان، اخضر، احمر، برتقالي، اصفر، دي اشكال الالارمات. يعني المحطه دي انا لما اجي اقيس قدامها لو لقيتها مولعه اخضر وما في اي لون ثاني معناها شغاله كويس، ما فيها مشكله. لقيتها مولعه اخضر شغاله لكن في الوان ثانيه معاها معناها فيها مشكله. الالوان دي هي شنو؟ الاحمر ده اللون الكريتيكال، معناه الارم كريتيكال، دي الوان الالارمات، الارم كريتيكال. اللون الثاني اللون البرتقالي اللي هو الميجر الارم. اللون الثالث اللي هو اللون الاصفر الماينر الارم. فنحن عندنا ثلاثة الارمات رئيسية قاعدة في الكابينت بتاعتنا، اللي هي الريد والاورنج واليالو، تمام؟ اللي هي دي الثلاثة الالوان الرئيسية. طيب ودي اللي احنا بنسميها انديكيتورز وتكلمنا عنها هسه حاليا، اللي هو قلنا الاخضر ده ليه الباور سبلاي معناها الكهرباء بتاعتنا شغالة، الاحمر ده ليه الكريتيكال، الاورنج للميجر، واليالو للماينر. طيب المحطة بتاعتنا دي يا اخواننا دايرة باور، فنحن بناخد لها دي سي باور، المقدار بتاعه 48 فولت ماينس 48 فولت، تمام؟ عندنا انواع كثيرة من الباور ديستريبيوشن، وفيها سويتش للسيركت بريكرز بتاعتها والباور سبلاي يونت اللي احنا بنوصل فيها، تمام؟ فعندنا انواع مختلفة من الباور يونت وبتفرق من ديفايس لديفايس، و عندنا الفولتيه بتاعتنا في الرينج من ماينس 48 ولا ماينس 60، بعد ذاك الرينج بلس اور ماينس 20%، يعني ممكن يكون زايد او ناقص 20% من القيمه بتاعت 48 او القيمه بتاعت 60، لكن عموما احنا مثلا بنستخدم الماينس 48. طيب الماكسيمم باور كونسومشن اللي احنا بنستخدمه بالواط، بالواط لكل ديفايس بتختلف، ال 1500 A، ال 1500 B، ال 2500، 3500، 7500 وغيره، كل واحدة فيهم عندها برسنتج بتاعت ماكسيموم باور كونسومشن بير وات. دي مهمة لما نحن نيجي نشتري الجهاز في البداية، لازم نعرف الباور كونسومشن بتاعتنا عشان نديها للناس بتوعنا الباور عشان يحسبوها لنا في الداتا سنتر، ما نحن هنخدها في الداتا سنتر مع باقي الأجهزة، فلازم يوزنوا حجم الباور بتاعتهم كلها، هل مقدار الباور الجايان بتكفي لكل الاستهلاك ده ولا لا، عشان ما يحصل لنا ضعف في الباور وبالتالي تأثر لنا على السيرفيس بتاعتنا. الكباسيتي بتاعتنا بالامبير برضه نفس الحكايه بتاعت الفيوز، برضه عندها مقاسات اللي هي 10 10 10 15 20 32 لكل جهاز منفصل وقائم بذاته. ده ريفرنس احنا ممكن نرجع له في اي لحظه لو محتاجين نشوف الباور كونسومشن بتاعتنا. نفس الحكايه دي مقاييس بتاعت الباور للدي سي، احنا عاده بنتعامل بالدي سي اللي هو ماينس 48 قيمه ثابته، ولا لو عايزين نتعامل بالفولتيه بتاعت الاي سي برضو عندنا رينجات اللي هي ال 110 وال 220 بلس اور ماينس لحد ال 240 اللي احنا ممكن نستخدمها. نفس الحكايه عندنا الباور كونسومشن بتاعتنا بتاعت الواط لل 500 550 و580. طيب خلونا نشوف اول جهاز عندنا اللي هو اسمه اوبتكس او اس ان 1500 بي، وفي منه النوع الثاني الـ A. طيب أي جهاز يا شباب، ده احنا الأجهزة اللي احنا بنستخدمها، لكن أي جهاز عندنا يونت ثابتة، تمام؟ هتختلف أشكاله وطريقة تركيبه لكن في النهاية عبارة عن يونت ثابتة. اليونت الثابتة دي قصدنا بها شنو؟ عندنا انترفيس بورت سلوت، اللي هو أول واحد، أول جملة مكتوبة باليمين، انترفيس بورت
سلوت، ده البورت اللي هو مشير لك عليه والسهم بالبني هنا، ده بتاع السيريال انترفيسز اللي احنا ممكن نوصل عليها سيريال بتاعتنا، بورت بتاعتنا بتاعت ترافيك. تمام، عندنا البي اي يو بورت اللي هو الباور باور سبلاي بتاعتنا والباور يونت بتاعتنا. تمام، عندنا قاعده هنا عندنا تو تايب من الباور يونت، وعندنا سيرفيسز بروسيس باور يونت. تمام، عندنا سيرفيس بروسيس باور يونت البروسيسور بتاعنا قاعد هنا، وعندنا كريت بتاع الكنترولر. تمام، سيستم كنترول وكروس كونكشن يونت، ده السيرفيس بورد وده الكنترولر، مهمين جدا من هم الكروت عندنا، والاكزيلري بورد والفان بورد. تمام، طيب ده الشكل بتاعنا بتاع الجهاز بتاع ال 1500. طيب نشرح الحاجات دي ببساطه. نحن عندنا كروت يا شباب بتاعت سيرفيس، الكروت بتاعت سيرفيس ممكن تكون كروت بتاعت اي 1، ممكن تكون كروت بتاعت ايثرنت، ممكن تكون كروت بتاعت اس تي ام، وات ايفر هي كان شكل الكروت دي بنسميها انترفيسز سلوتس. تمام، وعندنا كروت بتاعت باور، نحن عشان نشغل الكابينه بتاعتنا دي محتاجين باور. الباور ده ممكن يكون كارت واحده او كارتين حسب نوعيه الجهاز اللي هي البي اي يو سلوت. وعندنا كروت بتاعت بروسيسنج بتاعت كروس كونكشن، يعني شنو؟ يعني الراجل ده عشان يقدر يشتغل بطريقه كويسه لازم يحصل له بروسيسنج، اللي بيعمل البروسيسنج بتاعنا ده منه؟ ده الكارت بتاعنا الرئيسي بتاع الديفايس بتاعنا. تمام؟ وعندنا كارت ثاني بتاع سيستم كنترول والكروس كونكت والتايمنج واللاين، وكله ده كارت شامل قاعد هنا في ال 1500. الكارت ده بيختلف حسب نوعيه الجهاز، احيانا بنلاقيهم السيستم كنترول والكروس كونكشنز والتايمنج واللاين كلهم مع بعض. في نوعيه ثانيه من الاجهزه بنلاقيهم منفصلين. تمام؟ وهنتكلم عنها بالتفاصيل. لكن هنا حاليا كلهم موصلين مع بعض. تمام، عندنا كروت بتاعت اوكزيلري اللي هي البورتات بتاعت الايثرنت الكثيره قاعده هنا دي، ودي عندها فانكشنز، كله كريت بيكون كاتب لنا فيه البورت بتاعنا. بالجنب هنا بنلاقي في كروت بتاعت فان، الفانات دي عشان تبرد لنا الاجهزه بتاعتنا دي عشان ما تسخن. طيب ده النوع الثاني عندنا اللي هو ال 2500 السبراج بتاعنا، ونفس الحكايه لو جينا عيننا هنلاقي انه عندنا السيرفيس بروسيسنج يونت، وعندنا انترفيس سلوت اللي قاعده هنا دي، والسيستم كنترول بتاعنا، والاكزيلري، والبي اي يو سلوتس، والفانات بنفس الكيفيه، واكستندد سيجنال انترفيسز دي قاعده فوق، وهكذا. فبنلاقي انه احنا عندنا نفس الاشكال لكن مع اختلاف البوزيشن بتاع. عندنا نوع ثاني اكبر حجما اللي هو 3500، برضه كميه من الانترفيسز سلوتس كثيره جدا اللي هي الفوق. يعني الاختلاف بين الاجهزه دي في شكل البورد، كل ما نحن طلعنا الاشكال اكبر كل ما جبنا كباسيتي اعلى وسيرفيس اكثر، وهنتكلم عنهم بالتفاصيل. لكن لو ملاحظين الحاجات متشابهه، يعني في النهايه عندنا انترفيس بتاعت بورد سلوتس، وعندنا اوكزيلري، وعندنا بي اي يو، عندنا فانات، عندنا بروسيسنج يونتس، عندنا كنترولنج وكروس كونكشنز، كلها حاجات مرت علينا مع الاختلاف في شكل البوزيشن وشكل الكروت. الفرق شنو بين الاول والثاني وهسي ده اللي هو بين 1500 و 2500 و 3500 تحديدا في حته الكروس كونكشنز والبروسيسنج يونت هنا واللاين. هنا كارت اللاين والكروس كونكشنز والبورد دي منفصله قايمه بذاتها، كل زول فيهم ماخذ حقه براه. تمام، فالبروسيسنج والكروس كونكشنز ده كريت وده كريت براه، السيرفيس بروسيسنج يونت قاعد هنا براه عنده لاينز حقته، وعندنا الكنترولر سيستم بتاعنا برضو عنده كروت حقته، والكروس كونكشنز عنده كروت حقته. فدي الاختلاف بتاعه هنا. تمام، طيب عندنا حاجه ثانيه مهمه اللي هي كارت اللاين. هنا اللاين كان قاعد معاهم اللي هو عندنا لاين بورد، اللاين كان قاعد مع بعض في ال 1500 وال 2500 وال 2500، اللاين كان مربوط مع الكريت بتاع الكنترولر، هنا اللاين مفصول في 3500. دي حاجه مهمه يا شباب، اللاين هنا مفصول، كارت اللاين مفصول، ركزوا في الحته دي مهمه شديد. طيب الراك بتاعنا ده من جوه عامل كيف؟ بيتكون من اشكال مختلفه من الكروت زي ما شفنا. في كروت عندها ريليشن مع بعض، دي بنسميها السلوت ريليشن، يعني هو جزء علوي جزء سفلي. ال 2000 ال 3500 دي، وفي نوع ثاني هتكلم عنه اسمه 7500، الكروت عندها ريليشن مع بعض، يعني الكريت رقم 2 ده سلوت رقم 2 ده مرتبط بسلوت رقم 19 20 عندهم مكتوبين بالجنب في الجدول، 3 مرتبط ب 21 22،
تمام، 4 مرتبط ب 3 عشان 24 وهكذا. فبنلاقي انه في كروت عندها ريليشن مع بعض. يعني انا لو ربطت الكارت ده هنا، الكارت اللي فوق والتحت بيتكلموا معاه، تمام. لما انا اكون اجي عايز اعمل بروتكشن او عايز اقلب على سيرفيس تاني ولا غيره، دي الكروت اللي عندها ريليشن مع بعض في الباك بلين من ورا. طيب عندنا النوعيه الثانيه من 3502 برضو نفس الحكايه، عباره عن انترفيس سلوتس كثيره، فان باور بروسيسنج كنترولينج وكروس كونكشنز ولاين، تمام. هنا في التو اللاين والكروس كونكشن مربوطين، رجعوا ربطوهم مع بعض. في الاول ما كانوا مربوطين، هنا رجعوا ربطوهم مع بعض، فدي مهمه شديد. نفس الحكايه هنا برضو، انا عندي الريليشنز بورت بتاعتي بتاعه السبراك للنوع الثاني من ال 3500. عندي النوع الثالث اللي هو ال 7500، وده اللي هو اكبر حجما، برضو عنده نفس الكروت والمسميات بتاعتها مع الاختلاف في الاشكال وحجم الكباسيتي بتاعتها. الكارت بتاع الكنترولينج اللي هو الاس اس سي، والسلوت انترفيسز بتاعت البي دي اتش ات، وعندنا البروسيسنج يونت بتاعتنا، والاكزيلري الفانات كروس كونكشنز، وسيرفيس لاين بورت بتاعتنا، والفلاتر برضو نفس الحكايه. عندنا الريليشن بتاعت كروت، بنلاقي الاثنين والثلاثه و17 وال18، هنا الريليشن ما عاليه، الريليشن اكثر في 3500. عندنا النوع الاكبر واخر نوع اللي هو 7500 المتوفر في اعظم الشبكات. في انواع ثانيه اجدى لكن لسه ما ما ما, ما موجوده عندنا مثلا في الشبكات احنا بنتعامل معاها، لكن عندنا 7500 برضه فيه نفس الانترفيس سلوت والاس سي اي، هنا ده ادفانس لكن نفسه هو الكارت بتاع كنترول باور سبلاي فانات وبروسيسنج كروس كونكشنز وفلاتر. هنا بنلاقي الريليشن برضه موجوده واكبر، سلوت واحد مع 26 27 وهكذا، بنلاقي التفاصيل بتاعته. طيب عندنا انواع ثانيه اصغر، شفنا الانواع الاكبر، عندنا انواع ثانيه اصغر، ودي من اللي بنستخدمها مع الاكسس، يعني مع الجزء بتاع المحطات المتوسطه اكثر، يعني اللي هي هي ال 500، ده من اصغر الانواع اللي هو 500، عباره عن 2 يونتس بس، يعني 2 سلوت، فباور سبلاي واحده وكروت بتاعت سيرفيس وكريت بتاع لاين. طيب الجوال من السلوتس بتاعت ال 500 هي زي ما شفنا مقسمه ليه اجزاء، فيها الباور سبلاي، فيها اليونت، فيها السيرفيس بتاعتنا. طيب عندنا ال 550 برضه نفس الحكايه، فيه يونت موزعه بتعتمد على حجم الكباسيتي بتاعتنا، بيجي باصدارتين لحجم السلوتس بتاعنا، سواء كانت على مستوى الدي سي باور سبلاي ولا الاي سي باور سبلاي، تمام. برضو اشكال السلوتس بالطريقه دي، برضو فيها باور سبلاي يونت، هنا عندنا اثنين لانه شويه حجم الترافيك بدا يزيد، والفان واليونت بتاعت السيرفيس وكروت اللاين. النوع الثاني اكبر منه شويه اللي هو 580، برضو بيجي ب 2 تايب من الاصدارات اللي هو للاي سي وللدي سي باور. برضو انواع السيرفيس سلوتس، الحاجه المهمه فيهم اللي هي كروس كونكشن والاس اس سي وغيره كلها بتيجي تربط في بوزيشن رقم 16 ورقم 15، تمام. فده اختلاف مع نوعيه الباور سبلاي يونت. طيب قبل ما نمشي لتفاصيل البورتس كده، احنا خلصنا الجزئيه الاولى والثانيه من الام اس تي بي. الجزئيه الثالثه هنتكلم عن البورتس، ودي فيها تفاصيل اكثر شوية، هنخصص لها فيديو قائم بذاته في الفيديو الجاي. شكراً.